أهلا بكم من جديد مشاهدينا في استوديو رافدين. نواصل الحديث عن الملف اليمني، وينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا دكتور. نبدأ من حيازة ميليشيا الحوثي لطائرات المسيرة المتقدمة وتستخدم ضد القوات الحكومية وضد المدنيين أيضا، كيف يفسر حيازتها لمثل هذه المعدات؟ كما تعلمين أن ميليشيا الحوثي هي تندرج في إطار الحركة الثوري الإيراني، فهي ميليشيات تعد ضمن استراتيجيات المواجهة الواسعة التي يعني تقوم بها إيران، فهي تتحرك باستراتيجية في العراق وفي لبنان وفي اليمن، وبالتالي هناك تزويد بالسلاح وتزويد بالتدريب والدعم الإعلامي والدعم اللوجستي والدعم الاستشاري في المفاوضات. نحن أمام الإيرانيين يتعاملون مع حزب الله وأنصار الله وغيرهم من المكونات باعتبارهم جزء من الجغرافيا والاستراتيجية الإيرانية، وبالتالي ينبغي أن وكذلك حتى عند تدمير الدول ينبغي أن يكون الفاعل غير الدولة. كيف يمكن لفاعل غير الدولة من إنهاك الدولة وإضعافها؟ لابد من امتلاك السلاح وامتلاك الميليشيات العسكرية، ولهذا ستلاحظين أن كل الجماعات الموالية لإيران تمتلك السلاح وتمتلك تنظيما مغلقا، وأيضا تستولي على جغرافيا في العاصمة وخارج العاصمة، مما يمكنها من البقاء كفاعل غير الدولة موجود داخل الحقل السياسي والجغرافي والعسكري الميليشياوي. إذن هذه امتلاك السلاح يحقق لها يعني يحقق إرباك كثير، من حيث أن حتى الآن لم تنجح كثير من الدول في إسقاط كثير من هذه الطائرات، فهي تمر في مستويات منخفضة عندها مهام مختلفة. سوف تستمر هذه الطيران، واليوم نعم. نحن نسمع عن قصف صاروخي بالستي والهدف منه مزيد من الضغط على المملكة العربية السعودية للذهاب نحو مفاوضات مباشرة بين السعودية والحوثيين وليس بين الحوثيين والسلطة الشرعية. دكتور، إلى أي مدى ستواصل إيران المحاصرة والمنهكة اقتصاديا واجتماعيا دعم ميليشيا الحوثي؟ لا يمكن لإيران أن تتخلى عن الحوثيين في هذا التوقيت، لأن ولا حتى عن وبالذات الحوثيين الآن، لأنهم على مقربة من المملكة العربية السعودية، وهم أيضا موجودين في خاصرة دول الخليج برمتها، وبالتالي سيتم هذا الدعم لأنها جزء من المفاوضات مع المجتمع الأوروبي والدولي ومع الإقليم. هو التفاوض من خلال هذه الجماعات، بالتالي هم الآن يعني يعتبروا جماعات متقدمة في المعركة، ولن تتخلى عنهم مهما كانت الظروف، لأنهم جزء من الاستراتيجية وجزء من الرهان، وبالتالي ستلاحظين إيران الآن أي حل في اليمن لابد أن تكون موجودة وكلاعب رئيسي في المنطقة، وهذا ناتج عن أخطاء استراتيجية ارتكبتها المملكة العربية السعودية ودول ما تسمى بالتحالف، وبالتالي مكنوا الإيرانيين من أن يصبحوا هم أصحاب القرار وصناعته وندا في جغرافيا كان من المفترض أن تكون جغرافيا تتبع الإقليم الخليجي ولا تتبع المجال الإيراني. نحن خسرنا العراق وأصبحت مجالا إيرانيا، نخشى أن تكون اليمن إذا استمرت هذه الاستراتيجية أن تكون مجالا إيرانيا خالصا. هناك صعوبة، ولكن يكفي أنها تلعب في هذا المجال وما زالت تلعب دورا كبيرا، وبالتالي يتوجب هذا صياغة استراتيجية تقوم باكتفاف الحوثيين وضعفهم وليس بالتفاوض معهم. نعم، أحد هذه الأدوار هو الدور العسكري، حيث أعلنت شركة روتاكس النمساوية المصنعة لمحركات الطائرات المسيرة أعلنت إيقاف تصدير منتجاتها لإيران. كيف سينعكس ذلك على القدرات العسكرية لميليشيا الحوثي، خاصة بعد تأكيد خبراء بتطابق طائرات المسيرة مع السلاح الإيراني؟ طبعا كما تعلمين أن السوق بيع الأسلحة لا يقتصر على شركة واحدة، ونحن حتى الآن لا ندرك كم من المخزون قد تم تخزينه، ولا أعتقد أن إيران
يعني من يعني البساطه انها لم تشتري بكميات مهوله او لم تطور بعض الاجهزه من خلال التعامل مع الطائرات المسيره ومن خلال ايضا المهندسين لديها، وبالتالي اعتقد انه ليس حتى وان انخفض عدد الطائرات هناك الصواريخ الباليستيه وهناك ايضا الميليشيات، بالتالي انت قلتي انت قلتي من الادوار هو الجانب العسكري. انا اعتقد يعني جازما ان لا مجال ل يعني للتعامل مع الحوثيين الا تعاملا عسكريا، واول خطوات تقليص الدور الايراني هو باضعاف رؤوس الحرب راس الحرب في اليمن وفي بقيه المناطق العربيه، لان مواجهه ايران تبدا من اولا اخراج الجماعات المواليه لايران من داخل الحقل السياسي والجغرافي. لا يمكن لنا ان نواجه ايران ونحن ننضرب ونواجه جماعات اخرى في الداخل، كيف يمكن لنا المواجهه بين الخارج والداخل؟ لذلك مواجهه ايران واستراتيجيه المنطقه تبدا باكتتاب اذا تمكنوا من ذلك، او اضعاف حد فقدان الاقتدار للحوثيين ولحزب الله ولبقيه الجماعات في العراق وغيرهم. بالتالي لا يمكن لنا، لا يمكن لاي دوله في العراق او اليمن او لبنان ان تستمر في بناء هويتها الوطنيه في ظل وجود جماعات عسكريه وميليشياويه ولها مرجعيات دينيه محليه وتتجاوز الولاء الوطني نحو ولاء اقليمي عقائدي، وهذا لا يؤدي في تراكمه على المدى القصير او الطويل الى بناء دوله وطنيه وهويه وطنيه عراقيه او يمنيه او لبنانيه. كان هنالك اغتيالات كثيره في الايام الماضيه بصفوف قيادات ميليشيا الحوثي، برايكم كيف ستنعكس على قدرات ميليشيا الحوثي العسكريه؟ المسألة ليس بهذه السهولة، هناك صحيح صراع بين أجنحة هي الجماعات المنتمية إلى صعداء والجغرافيات القبلية، وبين الجماعات التي كانت في الحضر وكانت لها إسهامات أو لعبت أدوار سياسية وفي المدن اليمنية وكانت لها نشاط حزبي وعملت من خلال عملت لنفس المشروع ولكن في ادوار غير معلنه خلال الفتره السابقه، وبالتالي الصراع لن يؤثر، سيتم هناك اغتيالات، وتاريخ هذه الاسر التي تدعي انها تنتمي الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي ادعاءات مزعومه، تاريخها كثير من التصفيات، هناك تصفيه الاخوه وهناك تصفيه حتى لابناء العومه وهناك صراع بين الاسر، ولكن هذا الصراع لن ينعكس على الجماعة ولن يؤدي إلى إضعافها إذا استمرت القوات اليمنية لم تتقدم باتجاه صنعاء وبنفس الوقت استمرت السلطة خارج الجغرافية، لأن عندما تكون السلطة خارج الجغرافية اليمنية حتى التقدم العسكري للجيش الوطني لا يشكل تراكم ولا يستعيد دولة لسلطة غير موجودة في جغرافية، هناك مجموعة من المكونات شعب وجغرافيا وسماء لتحقيق السيادة، وبالتالي ينبغي أن تكون هناك سلطة يتم فيها استعادة الجغرافيا وتجسيد الجغرافيا بفكرة السلطة والدولة وجودا يعني واقعا وفكرة، غير ذلك سيظل الحوثيين سلطة واقعية، خاصة الآن هناك حديث سترتفع خلال الأيام القادمة وخلال بدأ ضربات للسعودية، لأن هناك حديث عن تشكيل حكومة وهناك حديث عن لقاءات مع المجلس الانتقالي، بالتالي هناك لابد من إنهاك السلطة الشرعية وإضعافها وعدم تمكينها من تركيز جهودها وتجميعها في إطار إنهاء الانقلاب. لذلك أعتقد أن استراتيجية إدارة المعركة في اليمن خاطئة ومخرجاتها خاطئة. شكرا جزيلا لكم أستاذ علم الاجتماعي السياسي دكتور عبد الباقي شمسان، حدثتنا عبر سكايب من أمستردام.